طرد السبانخ. هنشوف مقاديرنا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. عندي عجينه ملفي وصدور دجاج، وعندي سبانخ وتوم وبصل ومكعب مرق، عندي سماء لبن بيض وكريمه لباني وجبنه موزاريلا وزعتر وبابريكا، وعندي سمنه كريستال البيضة، وعندي ملح وفلفل. طيب كل الكلام ده جميل وحلو، ونشوف هنعمله ازاي. يا السبانخ مرعرعه وشكلها فريش وزي الفل، وربنا يجعل نهارنا زي الفل. طيب كده هنا توكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كده قطيعة بسيطة خالص رفيعة، طيب عندي شوية ثوم اهو. لو عندك جوز الطيب شغال. كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب يبقى ادي السمنة كريستال البيضة. جاسر. الو. يا عم جاسر صباح الخير. الو. الو. صباح النور. يا صباح الهنا على عيونك يا حبيب قلبي. سماح. شكلك جميل والله. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. عاوزة سرقت البيتزا وسرقت السجق. السجق والبيتزا؟ اه. على عيني على عيني على عيني على عيني. ماشي تسلم. اشكرك يا فندم اشكرك، تحت امر سعادتك. شكرا لسعادتك. كده هنا حطينا زي ما انتم شايفين حضراتكم بصل وتوم. ادي عندي الفراخ اهي. ده فيليه الفراخ جميل جدا اهو. بقلب. ادي مكعب المرق، مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش. حبة سماء اهو، شوية بابريكا اهو، شوية فلفل، شوية ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده هنعمل ايه؟ نمسك واحدة واحدة كده. حلو الكلام ده زي الفل اهو. هنعمل بقى هنا كده اهو. يا عم عبد الوهاب سلام عليكم. ازيك يا باشا؟ صباح الهنا عليك يا عم عبدو. صباح الهنا عليك انت. صباح النور على عيونك يا فندم. والف سلامة على الست ام سيف. يا ربنا يشفيها لنا ونسمع صوتها قريب يا رب. امين يا رب. انا والله بتصل بحضرتك برضو اطمن على حضرتك، رغم ان انا كل يوم بتفرج عليك برضه زي ما قلت لك قبل كده. صباح الهنا على عم عبده، ده شرف ليا ولزمايلي كلنا ان حضرتك بتتابعنا. وتسلم لي على الاخ رمون، وتسلم لي على الناس اللي عندك كلها. رمون ومحمد وعندنا كل الناس حبايبك بيصبحوا عليك، وبنقول لك صباح الفل حازم ورمون وكل الناس اللي معانا بيصبحوا عليك. صباح الفل عليك يا حبيبي. ليك اي سؤال عندي يا فندم؟ يا باشا انا شرف ليا ان اتكلم حضرتك. صباح الهنا على عيونك يا والناس اللي لعبك بتحب تتكلم مع حضرتك. الشرف ليا انا ان انت تكلمني يا حبيبي، الشرف ليا انا يا حبيبي. صباح الهنا على عيونك يا اخويا، نهارك ابيض ان شاء الله، نهارك ابيض. ربنا محرمنا من الناس الحلوه يا رب، ولا من صوتهم. ربنا محرمنا من الناس الحلوه ولا من صوتهم. طيب كده هنا زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهو بقلبها، بعد كده اخش على السبانخ بتاعتي. هي مفروم عندي ايه، افرم دول كده سبينش كده، اهو من شهر بالظبط كنت ادور على السبانخ دي بالحلاوه ما تلاقيهاش، لان موجه الحر اللي جت كانت مبهدله الدنيا ومبهدلنا خالص كده. هنا اهو، اللهم صل على النبي. يلا بقى كده اهو كده اهو. مين يا فندم؟ يا استاذ هيثم، عم هيثم، يا استاذ عم هيثم، عايزين في الشتاء ده ناكل خضروات كتير يا جماعه ونقوي جهاز المناعه عندنا. اي حاجه فيها كالر بتبقى مفيده جدا لينا، ونحاول نكتر من اكل الفواكه زي الرمان زي البرتقال، ده كتير عندنا في السيزون وما شاء الله رخيص، ونقدر نستغله زي ما احنا يعني. انا النهارده ممكن اعمل جمبري بالرمان، اعمل سلطه بالرمان، اعمل فراخ، اي حاجه بالرمان تخش معاها زي الفل وجميل كده. ست ام يوسف سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك شيف شربين؟ ازيك يا ست ام يوسف، صباح الخير عليكي. صباح النور يا شيف شربين، اكلك جميل والله يا شيف شربين، وتعلمنا حاجات كتير قوي يا بند. ده فند مش اجمل من اكل حضرتك. شكرا يا شيف شربين، انا من بورسعيد. احسن ناس احسن ناس. ميرسي يا شيف، ربنا يخليك. ابني يوسف عايز يسلم عليك. ادهولي يا فندم، ربنا يحفظه لك ويخليه لك. الو، ازيك؟ ازيك يا جميل؟ كويس. امرني يا حبيب قلبي. عشان جميل قوي. الله يخليك يا ابني. ماشي. صباح الفل على عيونك يا روح قلبي، صباح الهنا على ماشي. شوف السلام. نعم. ماشي شوف السلام. ألف سلامة يا حبيب قلبي، ألف سلامة يا حبيب قلبي. شكرا ليك يا ابني. بنصبح على الست الحاجة ام سيف وبنقول لها يعني الناس عايزة تسمع صوتك، حاولي تكلمينا وطمنينا عنك عشان الناس عايزة تسمع صوت حضرتك وتطمئن عليكي، تسمع صوت حضرتك وتطمئن عليكي. اشكرك كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بضغط عليها بكف ايدي كده عشان اقدر اجمعها مع بعضيها اهي. حبيبي يا سيدنا محمد، طب اجيب من عند الجيران مردانه ولا ايه يا جماعه؟ انا ما تفرقش عندي، ممكن افرض باي حاجه. يا ست سارة، السلام عليكم يا شيف. ازيك يا ست سارة، صباح الهنا. صباح النور على عيونك يا شيف. امور يا فندم. عايز اعرف طريقة الحواوشي النبي يا شيف. هنجيب لحمة مفرومة ملبسة، تمام، هبشر عليها بصلتين كبار، تمام، اديها توابل زي لحمة. نعم. اجيب نص كيلو لحمة يعني؟ نص كيلو لحمة يعملوا معاكي 8 ترغيفة حلوين حواوشي. تمام يا شيف، تمام يا شيف. ممكن طب معلش يعني المعدة، ادي السبانخ بعد ما خدتها سوتيه اهي كده.
يا ست حنه. ازيك يا شيف شربيني؟ صباح الهنا عليك يا ست حنه، انا بحبك قوي. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. شكرا على الحاجات اللي انت بتعملها لنا. اموريني يا فندم تحت امر سعادتك. عايز الفخده الضاني. شوربه ايه يا فندم؟ الضاني. شوربه الضاني على الفخده الضاني. الفخده الضاني على عيني يا فندم. حاضر ماشي. اموريني سعادتك، اموريني سعادتك. الفخده الضاني يا جماعه بعملها رست. يعني ايه بعملها رست يا عمي؟ كده بجيب طاسة على النار وبجيب الفخدة الرست بحمرها بدهنها بملح وفلفل وادعكها بمية طماطم، ملح وفلفل ومية طماطم، وبحمرها وهي نية تستوي على النار. ممكن بعد كده بعد ما اسويها الصوص اللي بتاعي اللي نزل، الصوص اللي نزل من عندي بستغله اصفيه. بعد ما اصفيه اربطه بحبة نشا، اربطه بحبة نشا. بعد ما اربطه بحبة نشا اصفيه كويس واخليه ياخد غلوتين على النار. بعد كده احطه جنب الفخدة بعد ما اسويها وبعد ما اقطعها كده. حضراتكم ادي الطرت بتاعنا الجميل ده اهو. ما تصلى على النبي. عايزك، انا عايز اسلم عليك الاول. هو ده بس اللي انت عايزه؟ بس كده يا عم انا خدامك. ربنا يخليك يا شيف شربيني. صباح الله. صباح الله ايدك عم عبدو. صباح الهنا على عيون حضرتك. ما تحرمش منك، ربنا يخليك. صباح الفل عليك يا باشا. شكرا. حسب الله ونعم الوكيل. طيب